السلام عليكم حبيباتي، نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وفي صحة جيدة، وهذا الفيديو يلقاكم في أحوال مزيانة إن شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد الطاجين اللي كيجي غزال وسهل في التحضير ديالو، وكيجي زوين زوين زوين، ما تشبعوش منه. وبمناسبة العيد كنقول لكم عواشركم مبروكة، وإن شاء الله تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا. ضروري نهار العيد غادي نعيد عليكم، ولكن بغيت نصبح لكم قبل. وإن شاء الله ربي يرفد علينا هذا الوباء ويتلاقوا بالحباب، ونهود نشوفوا الوالدين ديالنا وخوتنا وحبابنا إن شاء الله يا ربي، ونطلب الله يفاجئها علينا كاملين وعلى جميع أمة سيدنا محمد يا ربي في هاد العواشر. واللي في خاطره شي حاجة الله يحققها ليه يا ربي الحبيب. إوا بركة علينا، دابا غادي ندوزو للمعقول. كما كتشوفوا معايا هنا يا حبيباتي، عندي هنا الدجاج، يعني على حسب الكمية اللي تقدروا تستعملوا، الكمية اللي تناسبكم. أنا هنا درت جوج ديال الفخيدات، عندي هنايا البصله 4 ديال الحبات متوسطين، ما كبارينش بزاف وما صغيورينش، يعني متوسطين. وعندي هنايا القزبر ومعدنوس، وعندي جوج رويسين ديال الثومه. غادي ناخذ نحك الثومه هي الاولى، مازال ما قلت لكمش الدجاج باش غادي نصوبو. غادي نديرو بالزبيب، كيجي غزال البنات. غادي نشرم الدجاج هو الاول، انا عندي هذا جامد، المهم غنخليه هنايا يدوب. غادي ندير مليحه، ما غاديش نكثر بزاف، لان اصلا الدجاج عندي ملح باش ما يجيش مالح بزاف. عندي هذه التوابل ديال الدجاج، شوية ديال الخرقوم، انا كنقضي الشغل هنايا وبنتي كتقضي الشغل لهي. كتعاوني شوية ديال الابزار. صافي، غادي ناخد الزيت، وزيت الزيتون، صافي غادي نخلط، غادي نخلط الدجاج. نحاول نفرتت هذا الصبار ومعدنوس، مكاينش ما احسن من التخليطه ديال اليد. صافي، غادي ندخل العطريه مزيان في الدجاج. دابا غادي نديه للبوطه، فوق البوطه يتشحر شويه، وعاد نضيف عليه البصيله. صافي هنا يا حبيبتي غادي نشعل على البوطه على الطاجين يتشحر، ومن بعد عاد نضيفوا عليه البصيله. صافي غادي نخليه دابا حتى يتشحر شي شويه ونرجعوا ليه. كيف ما كتشوفوا معايا حبيباتي دابا بدا يغلي، راني زدتو شويه ديال الميه باش ما يلصقش.
صافي دابا غادي نضيف البصيله اللي عندي. طبعا ما ديرولوش الماء بزاف باش ما يبقاش لكم ميه. نضيف كاع البصيله اللي عندي. نتمنى التصوير يكون واضح ليكم. غادي ناخذ عندي هنايا الزبيب ما مسلوق ما حتى شي حاجه، يعني غسلته غير بالماء وصافي. وغادي نخويه من فوق الماء الدجاج غادي نزيدو شويه ديال الميه ونخليه يطيب. ما غاديش نكثر ليه الماء بزاف. صافي تقريبا يكون كاس هكا ديال العنبه ديال الماء صافي، لان البصيله كتطلق الماء والدجاج حتى هو تيطلق الماء. ولا بغيتو البنات الدجاج يجيكم زوين، الا بغيتو الدجاج يجيكم زوين نقصوا البوطه، بخصوص ملي ديروا في الطاجين هذا ديال التار نقصوا البوطه بزاف، خليوه يطيب في المهل يعني على خاطرو ما تزربوش عليه. وراه كيجي غزال، انا كيحمقني الطاجين في هذا الطاجين هكا ديال الفاخر ديال التراب. المهم السميه تخلطوا كيجيو بنانين. دابا غادي نخليو الطاجين ديالنا يطيب على خاطرو، ومن يطيب ان شاء الله نتلاقاو. كيف ما كتشوفوا حبيباتي هنايا راه الدجاج بدا كيطيب يعني طاب. دابا غادي ناخذ شويه ديال القرفه تقريبا واحد المعلقه صغيره، وغادي ندردرها من الفوق. صافي وغادي ندير واحد المعلقه ديال السكر سنيده معلقه صغيره، وغادي نخليهم يطيبوا. صافي غادي نخلي الطاجين ديالي حتى يتقلى تينشف يعني من الماء، باش كيجي مقلي ومعسل كيجي زوين. كما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الطاجين ديالنا من بعد ما وجد، يعني كيجي مقلي وتا المريقه ديالو كتجي يعني مدغمره كما كتشوفوا كتجي ثقيله وتيجي غزال. هنايا غادي نوريكم واحد الشلقيطه كنديرها، كنظن الشلقيطه معروفه كتجي غزاله غزاله غزاله، كتحمقني انا هاد الشلقيطه هادي. ما كاينش شي غدا ولا عشاء ما كنديرهاش. عندي هنايا بصيله وفليفله حلوه ومطيشه، تندير ليها الزويته بلديه زويته الزيتون ومليحه. شويه ديال الابزار صافي ونخلطو. هاد الطاسه كتشطح انا كنحرك فيها كتملك تحرك معايا. وبالصحه والراحه كتجي غزاله غزاله منعشه. وهذا الطاجين ديالنا وبالصحه والراحه. وكيف ما كتشوفوا حبيباتي هذا هو الشيوة ديالنا، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو وتجربوا الطاجين الغزال راه كيجي زوين.
وبصحتنا وبصحتكم وراحتكم، وتهلاو ليا في راسكم، وان شاء الله نتشوفوا في فيديو جديد اما فلوغ او شي حاجه جديده ان شاء الله. كنتمنى ان هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليوا لي تعاليق زوينه ولايك، وتهلاو في راسكم والعواشر مبروكه، وان شاء الله تعيدوا بالصحه والسلامه، وكل ما كتمنوا ان شاء الله في خاطركم يتحقق لكم يا ربي. بسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلامة.